ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وشفنا مع بعض تقرير كافيه الحلواني. انصحكم كلكم لازم تروحوا تجربوه لانه كافيه مميز جدا جدا. نيجي بقى للفقره اللي كل البنانيت والستات بيحبوها. النهارده بقى فقره اسال منى ما فيهاش مشكله، النهارده فقره اسال منى جبتولي اسئله كتيره جدا. الاسئله دي في مجال التجميل. كلكم سالتوني وقلتولي يا ترى المايكرو بليدنج بتاع الحواجب، وطبعا الحواجب دي مهمه جدا للوش لان الحواجب هي اطار الوجه، كمان الكونتورنج والمايكرو بليدنج او التوريد بتاع الشفايف ازاي بيتم، وكنتوا بتسالوني عنه وقلتولي لازم نجيب حد يكون خبير فيه لان كل بنت مننا وكل ست مننا بتبقى عايزه تصحى الصبح من النوم كده شفايفها مورده وحواجبها معموله وزي القمر عشان جوزها ما يتخضش منها. النهارده جايبين لكم هدية، جايبين لكم خبيرة التجميل المميزة جدا جدا اللي هترد على كل أسئلتكم. النهاردة معانا ومعاكم خبيرة التجميل رندا، صاحبة مراكز تجميل ميس رندا. في البداية بحب أرحب بحضرتك. أهلا بيكي حبيبتي، اتشرفت بيكي، نورتينا لأن أنا حساكي جاية مخضوضة، تأخرت النهاردة على الهوا فمخضوضة كده مفيش أي حاجة. حبيبتي بنانتنا وحبايبنا يعني مننا اليوم. حبيبتي الله يخليكي يا حبيبة قلبي. عايزين نسأل حضرتك الكونتورنج بتاع الحواجب. لا الكونتور بتاع الشفايف. سوري المايكرو بليدنج بتاع تمام. الحواجب. تمام. المايكرو بليدنج بتاع الحواجب ممكن تقولي لنا عن التقنية دي تفهميها لنا الأول؟ هو يعتبر تقنية خاصة للحواجب، بيظهر العين أكتر وبيبان طبيعي أكتر وناتورال أكتر، بمعنى بيبقى زي شعرات بتترسم تحت الجلد بتبين الحاجب لو مفيش حاجب أو الحاجب رفيع بيبان انه طبيعي خالص، بنزود شعر فيه فبيبقى شكله طبيعي اكتر. يعني ملو الفراغات بتتملى، بتتملي يعني مثلا لو واحده حاجبها فاضي من قدام بنعمله كانه بالظبط حقيقي حاجبها شعر. ده حلو جدا، وعلى فكره كمان بيبان ان هو ناتشرال جدا لانه هو هير باي هير. ايوه شعره بشعره بشعره، فيبان انه طبيعي ومش محدده قلم ولا شادو ولا كده، فبتبان طبيعيه اكتر. طيب المايكرو بليدنج بس بنستخدمه بس في الحواجب ولا في اماكن تانية؟ لا لا لا، له اماكن تانية. بالنسبه للجبهه من فوق اللي عنده فراغات في فروه الراس من قدام بيتعمل نفس التكنيك بتاعه بالظبط ونفس التقنيه بتاعته بالظبط لفروه الراس من قدام، لان في ناس عندهم صلع وراسي، عندهم نقص فيتامينات معين، فبيبقى هنا كل ده فاضي. انتوا حليتوا مشكله رهيبه. فبتبقى حلوه يعني جدا يعني فعلا الفروقات اللي بتبقى قدام او الشعر لما بيخف. ايوه بتملوا الحاجات دي. هايل، وبتبقى طبيعيه جدا جدا، ما بيبقاش فيها اي اختلاف خالص ولا كانك راسمه حاجه، وبتقعد معاها فتره طويله وبيبان ان هي طبيعي. زي الشعر بالظبط، طبيعي جدا جدا. ممتاز، انتوا حليتوا مشاكل فعلا، مشاكل كلنا يا جماعه كنا بنواجهها، يعني اللي عندها شعرها خفيف من قدام واللي شعرها مثلا حواجبها فيها حتت خفيفه ومش عايزه تبان ان هو حاجه فيك، فعلا صح. بيبان ناتشورال وبيبان طبيعي جميل. جدا 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 بصراحه. انت بجد دخلت على البيج بتاعتك تسلمي. اشطر اشطر ميك اب ارتست في اسكندريه لقيتها بتعمل مايكرو بليدنج بامانه. تسلمي. طيب عايزه اعرف بقى بالنسبه للايلاينر الثابت تمام او الحاجه البيرمننت الثابته على طول، في ايلاينر فعلا ممكن نرسمه ايوه ويفضل ثابت معانا؟ بيفضل ثابت معانا حوالي سنتين وبيبقى برده طبيعي جدا وبيبقى حلو، وبيبقى بنملى كمان ما بين الشعر بتاع الرموش بيتحشى ما بينه، فده اسمه بديل المسكرة او ايلاينر، في ده وفي ده. بديل المسكرة اللي هي مش عايزه تعمل الرسمه بتاعه الايلاينر. احنا شايفين كمان مشاهداتي الاعزاء شايفين ما شاء الله الميك اب ارت خبيره التجميل رندا وهي بتعمل الايلاينر. ما شاء الله بيوجع وانت بتعملي؟ شويه بس بيبقى في بنج قطره وفي بنج مرهم، يعني بيبقى حلاوته ايه انك تتوجعي شويه بس بعد كده بيفضل معاكي طويل مده طويله. جميل، يعني انت تغسلي وشك بديهم حاجه مسكنه بحيث ان هي تستحمل. لا طبعا وبعد كده هي بتبقى مرتاحه جدا جدا. بيقعد قد ايه؟ بيقعد سنتين. ما شاء الله. سنتين رسمه عينيكي، تقومي من النوم تغسلي وشك وتنزلي. ايه الجمال ده؟ في توريد خدود كمان. الله. يعني بتحط روج اجوف الخدود؟ بيبقى برده بنفس التكنيك. بنفس التقنيه برده بس بتاعت الجلد، بيقعد برده حوالي سنتين. ما شاء الله. تسلم. ممتاز جدا. طيب بالنسبه بقى للشفايف.
الشفايف انا عرفت ان حضرتك برضو بتعملي لها توريد وكونتور. وكونتورينج. طب انا عايزه افهم بقى، تعرفي بمعنى الموضوع ده. في ناس شفايفها بتبقى رفيعه وصغيره قوي فعلا، فبنحاول نكبر شويه. في ناس شفايفها كبيره قوي فبنحاول برضو نصغر شويه. طبعا احنا شايفين في الصور بالتحديد اللي حضرتك شايفاه كده، ما شاء الله بجد. بنحاول نصغر ونكبر، ده بالكونتورنج. تمام، بنحاول نرسمها يعني. ممتاز. مع التلوين بقى تقومي كانك حاطه روج برضو. يعني انا احدد شفايفي واكبرها او اصغرها وكمان احط لها توريد، يعني روج ثابت اقوم من النوم. لا بجد، انتوا ايه الشطاره دي حبيبتي. طب انا عايزه اعرف بقى، الحاجات دي فيها اي ضرر؟ يعني لا 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 لا، الاحبار كلها امنه جدا على البشره، بتعملش اي تحسس اي حساسيه خالص نهائي. لا ما فيهاش اي قلق خالص، حتى ربنا يعافينا جميعا يا رب، امراض السرطان والقلب والسكر بيتعاملوا معايا والدنيا، لا ما فيش مشكله خالص. لان حضرتك دايما بتختاري الحاجه الكواليتي العاليه الحمد لله سيف للصحه. كلها استيراد اصلا بره، فبتيجي حاجه طبيعيه جدا وكويسه وامنه جدا يعني. اصلا يا جماعه رحت المدام راندا السنتر بتاعها، البيوتي سنتر ميس راندا، وكل الناس اللي كانت قاعدة كانت مبسوطة جدا، واللي استخدمت الكونتورينج ده أو المايكرو بليدنج أو التوريد اللي بقى لها سنتين واللي بقى لها خمسة، وما شاء الله كلهم بيشكروا، بيشكروا في الماتيريال اللي بأمانة مدام رندا بتستخدمها، بيشكروا قد إيه هي عن بروفيشنال في الرسم، قد إيه هي بتعمل حاجة مهما تقعدي اللون مش بيروح أو بيبهت. لا خالص، كلهم قالوا لي الكلمه دي بصراحه، لان في اماكن تانية للاسف بتعمله بيبقى المفروض طالبه بني، تيجي بعد اسبوع 10 ايام بقى رصاصي وساعات بيزرق. لا ده بيزرق، دي المشكله بقى انه بيبقى كده وش، دخلنا في موضوع الحلال والحرام. بالظبط، اللي بيخضر ويزرق دي مشكله كبيره، انما اللي بيدي رصاصي ده حبر وحش. تمام، انما اللي هو ما بيغيرش ده الحبر الاصلي. طيب بقى خبرتك الجميله كده حبيبي، قدامنا دلوقتي بنانيت قاعدين هيتجوزوا، قدامنا سيدات، تنصحي ايه بالعروسه اللي هتتجوز؟ بصي، هو مبدئيا زي ما انا قلت لحضرتك كده، هيبقى المايكرو بيلدينج، بتحسي ان الموضوع طبيعي جدا جدا جدا، مش هتبان انها فيك، هيبان حواجبها حلوه وطبيعيه، ترسم الايلاينر برضو نفس الموضوع، الشفايف، الخدود، كل ده بيبقى طبيعي جدا. ممتاز جدا، يعني دلوقتي اي عروسه هتتجوز هتقوم تغسل وشها بس من النوم، هتعملي حواجبك وهتعملي عينيكي وهتعملي خدودك وشفايفك وتقومي تغسلي وشك، يقول ايه ده، ده انا واخد قمر. ما شاء الله على حضرتك حبيبتي. مشاهدينا الاعزاء، اي عروسه، اي بنوته، اي مدام دلوقتي بتتفرج على حلقتنا وعايزه تتواصل مع مس راندا بيوتي سنتر، الارقام موجوده على الشاشه وكمان العناوين. يلا قوموا اللي بيتفرجوا دلوقتي، اللي عايزين يحجزوا، في عروض هايلة جدا جدا وخصومات ما حصلتش. حضرتك بتقدم لهم خصومات وعروض مميزة جدا جدا جدا، وهيلاقوها ان شاء الله على الصفحة كلها موجودة. الصفحة تمام، صفحتنا اسمها ميس راندا، مركز تجميل ميس راندا، مركز تجميل ميس راندا على الفيسبوك. ايوه، هتلاقي عليها العروض نص بالنص، انا عاملة 50% عروض جامده جدا. لا 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 لا، عشان الدلع بقى يبقى من كله. لا الحقوا 50% خصم، يعني هتدفعي النص. بجد بنشكر حضرتك حبيبتي، ربنا يخليك، فقرتك مميزه، تسلمي لي، وكل البنات بتستناها حبيبتي، وتوعدي كل المشاهدين انك هتجي لنا تاني ان شاء الله. والله باذن الله يا حبيبي ان شاء الله. في نهايه فقرتنا مشاهدينا الاعزاء، بنشكر خبيره التجميل راندا، صاحبه مراكز تجميل ميس راندا بيوتي سنترز، بنشكر حضرتك. شكرا حبيبتي، تسلمي لي. مشاهدينا الاعزاء، هنطلع فاصل وهنرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، استنونا.